سيدي يا رسول الله، يا حبيبي، وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية، وابتهل الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام، واهتز العرش طرابا ومال الكرسي عجبا، واهتز العرش طرابا ومال الكرسي عجبا، وانتشرت الرايات الربانية وتلألأت الكائنات بالأنوار، وتنكست على رؤوسها الأصنام، ونطق الدعاب قريش بالمقالات العربية، وقالت: حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، فهو إمام الدنيا وسراج الأنام. صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام.